قدام ده سيارة صدمت اللي ورانا ايش بك انت ما تشوف يا عمي امشي ترى انت قاعد تتمطع في الخط لا ترفع ضغطي شوف بالله البرقة قديش طيف يو يو حركات فك الطاقة سيارة ايوه هذه سيارة شوف حجرة ورقة مقص انا اليوم جايب لكم تحدي اسطوري خنفشاري انتوا قاعدين تلعبوا حجره ورقه مقص وتضاربون مع بعض طيب ايش هو التحدي عشان انكم انتوا فراس غشاشين انا اليوم سويت لكم حجره ورقه مقص في الكروت يعني هذا كرت مسك فراس عشان انا عارف فراس لما تيجي تلعب انت وفيصل تسوي زي كذا بعدين تسوي زي كذا هذه الحركه ما في خلاص الكرت اللي طلع لك يطلع لك وهذا شنب مين وهذا كرت الحجر تفضل يا فيصل امسك الكرت وهذا كرت الورقه يعني معانا حجره ورقه مقص الخسران فينا راح يتعاقب هذه المره بطريقه مميزه ايش العقاب العقاب الخسران فيكم راح يروح يطلب من الدرايف ثرو من طلبات السيارات بطريقه جديده مو بالسياره لا تقول لي ما راح نحرقها ذا شوف اقسم بالله انا حصان ما اركب لا انت حتتمنى انه حصان حتتمنى انه حصان ايش لا لا انا ما احنا ايش احنا فريق انت تستطيع صح قده ولا ما احنا قده قده يلا قسم عدم الغش وانك بتسوي العقابات يلا حط يدك في راس اقسم بالله العلي العظيم اقسم بالله العلي العظيم اذا خسرت في التحدي اذا خسرت في التحدي اني اتعاقب واسوي العقاب اللي انحكم علي اني اتعاقب واسوي العقاب اللي انحكم علي وما اغش وما تغش يلا بسم الله فراس اقسم به ما اقسم ده والله ما اعرف ما يقسم بابا انا بخسر عشان اكتشف الحجر حركبها ما المهم يا متابعيني قبل ما نبدا لا تنسوا تعطونا احلى لايك واشتراك وانشروا هذه الحلقه في كل مكان وفعل جرس التنبيهات خليك الاول في اللعب جاهزين الجوله الاولى يا رب اخسر اول مره اشوف فعل يا رب اخسر يا رب ليخسر افضل ولا يا رب يا كريم اخسر هو هم جيعانين يا فراس بيطلبوا اكل عارف عشان كذا غمضوا عيونكم ايش في متوحش؟ ايش في انت؟ افتح عيونكم اختاروا اخترت جاهزين؟ واحدين ثلاثة دقيقة فراس انت ورقة تمام؟ وانت فكرته انا اللي اقلب ما لي كروت انا هذا المقص وهذا مقص الاثنين لا الاثنين تقص الورقة اللي معاك يا فراس يعني انت مهزوم يا باش جاهز يا فراس؟ جاهز ليه تكفى جاهز والله لو في حصان ما حركب اقسم بقاتل الحين حتتعاقب احلى عقاب سلام فين رايحين؟ رايحين على المطعم سلام فراس جاهز للمفاجأة؟ يا أخي مفاجأة مين يا أخي؟ أنت حتركب هذا الشيء لا هذا حق فيصل يا حبيبي أركب أقول لك يلا أدري هذا حقي مو حقي هذا حق المحزن يلا بسرعة أركب يا ويلك إذا انكسر يا عمي ما أقدر يدفوك الشباب ما عليك يلا أركب بسرعة أجلس يا فراس أجلس لا تغش أيوه زي كذا أنت كذا طبقت الشروط صح دف فراس أسرع يلا روح فراس أنت غشاش فراس اجلس على الكرسي فراس انت قربت من المايك يا فراس يلا يا فراس قربت من المايك ايش تطلب مشان سعاده ورضا شكله مو شايفك يا فراس ما هو معتبرني سياره ولا السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله تفضل يا عيوني احنا اليوم على الدراج اللي هي ايوه شايفك ما يحتاج ان شاء الله كيف النقد البوكس الكبير 20 قطعه 20 قطعه الله عليك اديني البوكس كامل أيوه. مع كل الصوصات حقك ما بيبسي كبير يا فراس تبغى سكر ولا بغير سكر لا انت حتسوقها تبغى بيبسي كبير من غير سكر هذا السكر طلق مين تجيب عارف يلا امشي فراس امشي كم دفوه بسرعة دفوه انكسر الشباك هناك اخر الشارع خسرت يا فراس هدي خسر يا فراس مؤمن عليه والله المحزم حيسوي لك مشكلة ترى والله ندق على النجم والله المحزم ما حيعتقك ترى والله انفصلت الطارة ترى هذه الدراجة المفضلة حقت المحزم والله المحزم حيبكيك والله اقسم بالله حتشتري واحد جديد نعالجه باذن الله ما ندفع ولا بفلوسك التحدي مين سواه التحدي ايوه مين اجبرني عليه انا والله ما اصلح لا تصلح فراس احنا اقسمنا ولا ما اقسمنا خلي المحزم يدق راسه في هلا انت علي
اليوتيوب مباشرة الآن. بوم. إيش اسمك؟ محمد. أنت تستطيع. الأول في اللعبة. مين؟ والله أشوف. انتم اللي دفيتوا، انتم الاثنين مشتركين في الجريمة، انتم الاثنين اللي دفيتوا. المحزم الان لو عنده خبر باللي صار. انت قاعد تلعب في عداد عمرك يا فراس. اللي حصل هنا سير بينهم. بابا 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 جيب الجوال اتصل على المحزم. لا 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 اهدى اهدى فراس، انت ما طبقت الشروط يا فراس، ما جلست في الدراجة زي ما يا عمي. هذا حيدخل في قلبي اصلا، سعادة لله. المشكلة ما في مكيف، عارف مو مكيف حتى بيقعد كمان يبارك منك. كم حساب حقنا؟ 34 حلو. يلا فراس حاسب. خربانة خربانة خربانة. أنا عارف حركاتك. يا كنت والله مو أنا حاسب فراس تفضل. هذا صوت يميل يا أخي لما يطلع مو من جوالك. شيلك صدرك. دقيقة دقيقة يا فراس. السيارة خربانة بس في واحد صدي شغال. تدري وين هذول؟ روح فراس يلا يلا التزم بالمسار حقه قدامك سيارة. ها هذا يوم الجمعة إن شاء الله. قناة أنت تستطيع. الله شكرا شكرا thank you very much I love you هذا سكر ولا هيا فراس يلا ورانا اكل يا فراس يلا امشي امشي دفوق يلا فراس اخرج من الدراج دفوق ولا سيارات معليش محزم سامحني كذا انتهى التحدي وتشوف لها انت جنيبة طيبة ويستاهلك اوبا حانت اللحظة الحاسمة نفتح ونستكشف بسم الله بسم الله ايش هذه وجبة يا فراس بسم الله انت يا اخي هذا عقابك انت تعاقبت انت جبتها خلاص احنا اللي ناكل ليش انتم اللي تاكل وانا اللي اتعاقب كلنا ناكل مع بعض دقيقه انا عندي اعتراض ايش هو عشان هو عنده عقاب يزود العقاب ياخذ حبه واحده بس لا 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 لا, لا. البهدله دي كلها ساعه ونص انا قاعد استنى طلب حقي خذ سمع اعطي لا 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 خد. لا لا مو لا لا مو اكله ارجع هذه طيب ايوه قولي فراس والله ترى هذا حقك يا جماعه اقسم بالله انهم ظالمينني اقسم بالله هذا كله لا نفسك قول الحمد لله كل طريقة أكل التشيكن نجت حق ما الخطوة الأولى أمسك يا فراس كمان أساعدكم أيوة تساعد تساعد نجيب صوص الباربيكيو والهوت ماسترد قلت له يجيب كاتشب كمان في كاتشب بس أنت دحين لا تخرب لي خطوات نفتح ما نستكشف صوب صوص الباربيكيو أوبا ونصوب صوص الماسترد أوه غرق حط الكاتشب الخطوة الثانية قفل علبة النجت وندخلها جوا كيس ماكدونالدز الخطوة الثالثة نرج الخطوة الأخيرة نطلع البوكس من الظرف أوبا أوبا يقلع الحبة هذه كيف جوسي يا حبيبي يا ربي ربي يفوز اي والله اعتمدوا هذه الحركة متابعين والله اعتمدوه حطوا كل الصوصات جوا البوكس واخلطوا ورجوا وكلوا متابعين ما شاء الله في كل مكان اللي بعده لعبده وادعي ربه الجولة الثانية غمض عيونكم فك الطاقة امشي افتح الشباك من الطاقة ايش هذا كورونا ولا ايه في مناديل معطر لا 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 مو طبيعي مو طبيعي غمض عيونكم هيا ابوي خلاص يلا اختاروا ما صارت هذه يلا ها واحد اثنين ثلاثة الحين فيصل ولانا طلع لهم ورقة يعني المقص يقص الورقتين يعني هذول الاثنين مهزومين خسرانين خسرانين انا مبسوط عشان اول دعيت اني اخسر واحد اثنين ثلاثة انت دحين في الدرايف تروح حق ماكدونالدز راكب الرينج روفر اوكي تعرف السوق ولا ما تعرف السوق اعرف يلا شغل السيارة من هنا ايوه شغل اشتغلت السيارة خلص بنزين تحت صدمت السيارة صدمت اللي وراها انا ايش بك انت ما تشوف قدم قدام يا مسلم عشق يلا روح قدام روح قدام صدمت السيارة نزل لك نزل لك وقف 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 يجيب المرور انا ولا كيف يجيب المرور يقول لك ولا كيف مؤمن يا فيصل لا لا تنطم تحت دقيقة دقيقة لا ما بصير يلا يا فيصل سامعني السلام عليكم جيبوا واحد وجبة أبو ميل أطفال اثنين أبو ميل أطفال؟ إيوه نجد نجد إيش كمان يا بابا؟ بيبسي بيبسي قاعد دوسو اثنين ولا خليها واحد خليها واحد المهم بسم الله صفوا فيها عشان التفاح
والله ما في احس شوكولاته 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 هذا يعني قدام انتبه تضرب السيارة ايش بك انت ترى مو كل واحد حيسامحك انتبه لا تعرف تسوق انتبه في سيارة قدامك عشان راكب رنج يا عمي يا عمي امشي ترى انت قاعد تتمطع في الخط قول لي شو قاعد تضغط يمين يسار لا تربع ضغطي اعطيني لفة بالرنج طيب رنج احمر وتقليل ما حد قدها وكمان اليوم شاري وكمان مو من الوكالة بلقها بالمية بخال اثنين وعشير بخال او اي حاجة انا اشي اي حاجة شيء ملح ولا بدون عصير دايت بدون سكر بس بملح خلاص حط سلاك من يجيب يجيب السكر يا سكر ما داري ترد على كلام الحلو ما بابا سكر في فلوس حسابك 30 ريال في مية عادي عادينا صفرة شيء يا الله كاش من النقاش ها يلا يا عمي تعال ايه بس اخذ الطلب يا عمي تعال اخذك نروح نشتري ايس كريم ترى فاهم ايس كريم لا تحسب حركات الاطفال هذه تمشي علي تجي يا حمدان خلاص نروح حاشي باش عمي جرب انا جوجل مابس متى نرجع البيت هذا ايش عندك جوجل ماب؟ ايوه فين جوجل ماب؟ هنا ما شاء الله ما شاء الله هذا ايش كيفك؟ ايوه كيفك؟ انا في المكتب باي واو شفنا تجربة طيبة وانطهمت والآن يا متابعيني تكشف وجبة هابي ميل أطفال من ماكدونالدز الغنية بالتعريف الخطوة الأولى افتح الوجبة تفضل يا فافا تفضل يا ملك تفضل يا صورة شكرا الخطوة الثانية نعطي عصير الليلانة طلع علبة النجف وندخلها هنا أول حاجة لازم تكونوا شغالين افتحوا زي كذا واحد دمان بعدين ايش كذا ينبي حذر الخطوة اللي بعدها جيب له بطاطس وكبه جودي جودي انا ودوت يا سلام يا سلام اطلع معاكم هذا المنظر طبعا ما سينا شيء واحد لعبة ما اللي بعده يا عبدو ودي ربو الجولة الثالثة جاهزين؟ جاهزين والله يمحضر لكم مفاجأة اللي حينهزم فيكم أقسم بالله حيكره نفسه الله يسلمك ادعي ربك إنك ما تنهزم يا فراس خلاص أنا أظن أقوى من كده ما عاد فيه في الحياة غمض عيونكم يا رب استر يا رب معاك يلا افتح عيونك باختاره شويش اثنين ثلاثة يس 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 لا 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 يس اللي يس ايش بك زعلان حزين اكلناك نحن ورقتين اكلناك انت الخسران انت الخسران يا اخي انا صح اني كنت اول مبسوط عشان كنت متفائل في حظي بس دحين ليه اللي بعده يا عبد ايش اللي بعده الحين ننزل نعاقبه ايوه حنعاقبه دحين نعاقبه دحين في الدرايف ثرو اللي بعده يا عبد وادعي ربه سلام فيصل الحين دورك انت المهزوم حتركب هذه المشاية الصغيرة بسرعة شاب لانه في مكان عام هيا ايش اللي في مكان عام؟ مكان عام الحين اديك بسرعي ما اكلم احنا مو عقسمنا وحلفنا؟ لا انا احنا مو حلفنا؟ انت حلفت معانا يلا اركب بسرعة وقت الرنج عايدي ركب دحين لا يلا بسرعة يا سريش هذي مقلوبة يلا فيصل اركب اقنعته اخرج لك كيف ايش تصير ما عليك اي ما بنص هاي فيصل كيف عمي مو كويس هذه المشايه يا فيصل وانت صغير كنت مره تحبها اصلا ما كنت تعرف تمشي الا فيها الحين ما شاء الله تتريق عليها يعني بالله كسرتها تباني اكسر كسرتها كنا بنعطيها المحزن بعد التحدي لا 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 فيصل لا لا فراري هذا معي فراري وسياره سباقات حرق ايش بك يا فيصل حرق حرق ماني عارف والله فيصل كشر عن النياب سلام عليكم سامعني وعليكم السلام سامع حول شوف راني باص ماني نايم ساران واخلاقي الين هنا خلاص لا اله الا الله اي حاجه جبلي يا عمي جبلي ايس كريم يا عمي باي حاجه وخلاص خلك شوكولاته طلع يعني جيب اي حاجه وخلاص طيب ابشر ابشر يا طالع امك ابشر اخلاقي الين هنا خلاص ابشر شيء ثاني؟ لا خلاص يلا سلام ابشر يا تفضل قدام السلام تفضل طالع امك هلا هلا بالشيخ باسل سلام عليكم ماني طايق نفسي طيب معليش انا اسف
خلاص تعرف الطلب ايس كريم باي حاجه. طيب ابشر طالب ايش كمان؟ ايس كريم باي حاجه بس 10 ريال. ايس كريم بالفلفل 10 ريال. لا لا تسوي لا تسوي ما تسمع 10 ريال تصور. طيب ما هي فارقه معي اخذ فاتوره. ما عمي يدي فاتوره مزوره وخلاص. ما تسوي. ايش عرفك؟ معروف انت فاس كيف ما كم على العلم. حبيبي. يا عمي فاضيلك طيب كيف ملعب؟ كيف ملعب يا صباح؟ خليها ملعب. شكرا شكرا يا ابو مدرب. كيف الاسكريم يا فيصل؟ لسه ما ذقته. شوف لنا تجربة طيبة وفهمي. يا سلام عليك يلا تعال قدام. سلام عليك اللحظة الحاسمة. بسم الله بسم الله. الاسكريم ذكرت الصوامل مخك 10 من 10 الصباح. اللي بعده يا عبدو وادعي ربه. لا الجولة الأخيرة هذه المرة يا فراس هتكون مرة صعبة. ادعي انها ما تجي عليك. انت يا فراس ادعي انها ما تجي علي. الوحيد اللي تقنها لانا. الوحيد اللي فنانة فيها لانا. ايش هي؟ خلوها مفاجأة يلا. غمض عيونكم ان شاء الله لانا. افتحوا اختاروا بسرعة. يلا واحد اثنين ثلاثة. لا والله يا فراس. لا يا اخي اسمع اسمع بالله حطك نبدل انت العب بدالي. يلا يلا انت العب بدالي. يلا شوفكم نشوفكم عند شباك الطلبات. سلام 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 سلام. فراس يا حبيبي يا فراس اغير اسمي. هذه الجولة الأخيرة. عارف حتطلب بايش؟ حتطلب بهذا الشيء. هذا انا ما اشوفه غير في الافلام ترى. هذا يا حبيبي تحطه في الارض وتركب عليه وتتزلج يا فراس. يلا ايش الحكمة من انك تبهدلني؟ المتابعين يبغوا يشوفوا ردة فعلك وانت راكب هذا اللوحة يا اخي. انا ما اعرف والله. لانا مرة فنانة صح يا لانا؟ وريها لانا كيف يركب. يلا وخر يا عمي الارض ما هي مستوية كمان. شوف 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 يا ولد حركات. شوف كيف لانا؟ لانا قايل لك فنانة في هذه اللعبة. يلا اتحداك. ايش الفرق بيننا؟ يلا وريني يلا وريني يا جماعة. في اسعاف قريب. حط رجله اليمين. فراس انتبه اذا طحت ولا انكسرت رجلك انا ماني مسؤول. والله سريع ابن ليك. ايوه انتبه. شوف كيف انتبه يا فراس انتبه. لا 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 فراس. شوف والله حتسوي لهم بير في الارض يا جماعة. هذا لو طاح الصناعة حتروح. والله ما في وزنية. بسمع الانا اسمع يلا الانا. يلا فيصل تعال اسمع. انت كذا استعنت بصديق ترى. بسم الله بسم الله. لا تبغى تقول لك. امسك. دقيقة بنكسر والله بنكسر. فراس لا ينكسر لا ينكسر يا اخي ما يستحملني. يلا يا فراس قربت تطرب. يلا امشي. يلا على فراس قربت من المايك. يلا خلاص وصلت وصلت انا. يا انت ايش اسمك صار صاحبنا؟ عبد الوهاب. عبد الوهاب ايش عندك اكبر برجر في مايك؟ اكبر برجر. اكبر برجر تبغى دبل ولا تبغى ترابل؟ لو في دبل ترابل ممتاز. طيب تبغى الدجاج ولا لحم؟ لا لحم طبعا. في اقصى حد عندي خمسة شرايح. خمسة شرايح؟ ايوه. اقسم بالله انك كف قد امه. ووجبة ولا بتقول؟ وجبة اديني بطاطس اكبر شيء. تمام. واديني كولا. بعد كل هذا كولا زيرو صح؟ لازم كولا. أيوه. كولا دايت من غير سكر. طيب ماشي. ايوه. ماشي. اكبر مقاس. اكبر مقاس. اي خدمة ثانية؟ بس كذا الامور تمام في السنبتين. حبيبي. اذا تبغى لفة معايا في السكيت عادي ترى. حبيبي. والله سواق فنان. يلا ما عليك فيصل؟ فيصل 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 فلوس يا فيصل فلوس فين اللي عندك؟ انت طالب درابل مدري 15 شريحة ادفع انت 62؟ لا وهذه ترى اول مرة تصير في تاريخ المدرسة. اوبا هذا سبيشال خاص بي. سبيشال خاص بي خلاص وجبة المخرج في راسي. ايش تبغى؟ اديني فلوس ولا ما حد كيف راح احاسب؟ والله فراس المفروض انت تدفع. ما ادفع. 500 كمان الباقي لي. ها 500 والباقي لي بص بالنص. فراس ال 500 مخصومة عليك. شوف يدك فراس. والله شوف والله متابعين تعور تبهدل. والله تشقلبت الف شكل مره. انت دحين ترجع البيت سياره ثانيه ما تركب معانا. اي خدمه ثانيه. الله يسعدك. اخذت الباقي. الباقي حقي. الباقي هدي. يلا خلاص هي الباقي حقي يا حبيبي. خلاص اوكي تمام. بعدين ناخذها نص بالنص. يلا انتبه فراس انتبه.
كافو والله تعلم فراس متابعيني والله صار فنان كافو الله عليك. شوف انا طلبت ابو البرجر الكبير ها ايوه هذا مره كبير ما فيها ايوه كذا جبل ايوه ايوه بالضبط ايجي يساعد سوي هذا يقدر يشيل انت ايوه هذا كبير هذا كبير يقدر يشيل انت واحد نفر يقدر يشيل يلا يا فراس هذا اكبر برجر يا متابعيني والله مره ثقيل كانك شايل خمسه وجبات هذا برجر واحد بس يلا نشوف لنا تجنيبه طيبه ونطهمي سلام على الشيخ والله يا فراس صراحه انت وفيصل اليوم كنتوا نجوم الحلقه حبيبي حبيبي انا ملك السكيت رقم واحد فيصل رقم اثنين انت رقم ثلاثه عبد الوهاب اللي هو شغال في ماكدونالدز رقم اربعه راعي الماز الله يعطيك العافيه وانا ولانا نعتبر برضو في المركز الاخير قدمنا شيء ضيوف شرف يلا عشان كذا احنا لازم انا ولانا ناكل البرجر يلا الخطوه الاولى شوف هذا البرجر حقي وبيسمي ايش اقول لك خذ البطاطس يلا هي بس خلاص الخطوه الثانيه نطلع وي 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 شايفني على البرجر يا متابعين الباكجينج بينفجر شوف بالله البرجر قديش ده ايش ده هذا لا يحدث كل يوم يا الهي اقوى برجر في ماكدونالدز يا جماعه خمسه طبقات شيء هذا ما ادري كيف يتاكل يم 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 اسمح لي يا فراس وي وي قال نسوي تحدي عليه جماعه انا اول مره في حياتي اشوف برجر قد كذا انتم شايفين خمسه شرايح والله لذيذ اقسم بالله كيف هي الجنه يا عمي فين من اول عند البرجر دحين تنزل من بيتك ولا تطلب من اي تطبيق بيك تيستي خمسه طبقات ورب الكعبه على ضمانك هتاكل برجر كيف الجنه كده يا جماعه جوزي جوزي وبين كل شريحه وشريحه جبنه كذا زاد حلقتنا لا سوي لايك واشتراك وانشر المقطع في كل مكان وفعل جرس التنبيهات والله هذا تحدي عظيم واذا تبغوا جزء ثاني من هذا التحدي اكتبوا تحت في التعليقات حجره ورقه مقص سلام وربي تتعب لسه ما بدينا سلام ربي برجر يفتش من ابوك يلا حط لي انت والله تعبنا في الحلقه هذه تعب مو طبيعي يلا حط لي ثاني اسوي لك خلاص ايش قاعد تسوي انت والله رهيب يا سلام بطاطس يا سلام يا حبيبي ربي هذا لا يحدث كل يوم اسبوع كامل لا في واحد ما سوى لك انا هو بيسوي لك قول له سوي لك ارحم امك يعني في واحد ما سوى لك يصير له لا لا فراس لا 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 قول لك ولا ما وفي واحد ما فعل جرس التنبيهات يصير له يا فيصل على خلاص احنا نحبكم سوي لايك سلام اول في اللعبه يحسبوها سهله انت تستطيع ماسكها بيد واحده هذا مهيار سمي استعراف كلام كبير عندك اعتراف لا ابدا ايوه الاول أول. لا تتجنن